Bonjour mes amis, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la division. Sabah khair, kif kun ya shatrin darsna al-yom bdi kun al asmi. Bdna nakhod exercices al asmi w bdna nakhod devoir na'mlo bel bayt nab'atu lel ma'allem. Bas qabl ma nbellish bdi nabehkom la darurat ghasl yedain bel mi w sabun la bdi nzid an 20 thani w darurat adam al ikhtilat w irtida' al kamama li tahmu halkom tahmu li hawalaykom min virus corona. Hala fi ana hada al exercice bdna na'mlo ma ba'd. Fi ana shab ismo Samer ishtara 45 شرحة باذنجان، يعني صندوق باذنجان، بده يوزعهم على 5 أشخاص، في عنده أخواته بده يوزعهم عليهم 45 صندوق باذنجان. فبدنا نشوف قديش بده يطلع لكل واحد من هودي الأخوة. 45 سور 5، 45 قسمي 5. نحن لما أخذنا التابل دو ملتيبليكاسيون دو 5، جدول الضرب رقم 5، قلنا 5 فوا 3 إيكال 15، 5 فوا 4 إيكال 20، 5 فوا 5 إيكال 25، 5 فوا 6 إيكال 30، 5 فوا 7 إيكال 35. 5 x 8 égale 45, x 9 égale 45. نحن بدنا نوقف هون، يعني 5 ضرب 9 بيساوي 45، يعني إذا قلبناها وقلنا 45 اسمي 5 بيطلع معنا الجواب 9، يعني 45 سور 5 إيجال 9، يعني 45 صندوق باذنجان قسمناهم على 5 أشخاص، كل شخص بده يطلع له 9 صناديق، 9 صناديق، 45 سور 5 إيجال 9، 45 صندوق باذنجان قسمناهم على 5 أشخاص، كل شخص بيطلع له 9 صناديق، يعني بيطلع معنا الجواب نف. 45 سور 5 ايجال نف. هلا بدنا نطرح 45 موان 45، يعني 45 ناقص 45. 45 ناقص 45، أول شيء بنبلش بالونيتي بالأحد، 5 موان 5، 5 ناقص 5، بيطلع معنا الجواب 0، بنحط 0 بخانة الونيتي، بخانة الأحد. هلا بننتقل لخانة العشرات، بننتقل لخانة العشرات، لخانة الديزاين. نحن بالأول طرحنا 5 موان 5 طلع معنا الجواب 0، بنحط 0 بخانة الأحد. هلا بدنا ننتقل لخانة العشرات ونقول 4 موان 4، 4 موان 4 إيكال 0، يعني 4 ديزاين، شلنا منهم 4 ديزاين بيطلع معنا الجواب 0 ديزاين، 4 موان 4 إيكال 0، 4 ناقص 4 بيطلع معنا الجواب 0. عندنا 4 عشرات وشلنا منهم 4 عشرات بضل معنا 0، يعني ما بضل معنا شيء. بنحط 0 بخانة العشرات، يعني 45 موان 45 ايجال 0، يعني فينا نقول انه قسمنا 45 قسمي 5 طلع معنا الجواب 9 وما ضل معنا ولا شرحة ولا صندوق، يعني 45 صندوق قسمناهم على 5 أشخاص طلع معنا لكل شخص 9 صناديق، 9 صناديق باذنجان لكل شخص. 45 سور 5 ايجال 9. هلا في عنا هذا الاكزرسيس بدنا نعمله مع بعض. في عنا هذا الطاووس كان عم بلم توت بري ومعه 3 من اخواته، فمرق من حدو الدب قال لهم شو عم تعملوا؟ قالوا له نحن جمعنا 52 حبه 52 وبدنا نقسمهم علينا نحن 4، 52 سور 4 يعني 52 اسمي 4. فقال لهم الدب 52 اسمي 4، انا بقول لكم قديش بتطلع النتيجه. انتوا اول شيء جمعتوا 52 حبه وبتكون تقسمون على 4 اشخاص، نحن اذا قلنا اخذنا 40 حبه منهم وقسمناهم على 4 بيطلع لكل واحد 10 حبات، يعني 40 سور 4 بيطلع لكل واحد 10. هلا هن 52 حبه، 52 حبه نحن 52 حبه بدنا نقسمهم على 4، بس نحن من هودي 52 حبه عطين او وزعنا قسمنا 40 حبه كل واحد طلع له 10 حبات، يعني بنقول 52 موان 40، 52 موان 40 ايجال 12، يعني بكون كل واحد طلع له 10 حبات وبعد في 12 حبه ما وزعناهم قال 12. هلا هودي 12 حبه بدنا نوزعهم عليكم انتم الاربعه، نحن 4 فوا 3 4 ضرب 3 بيطلع معنا الجواب 12، يعني فينا نقول 12 سور 4 ايجال 3، يعني بكون كل واحد طلع له 3 حبات كمان، يعني 12 موان 12 ايجال 0، يعني اول شيء طلع له كل واحد 10 حبات، رجع بعدين طلع له 3 حبات بيكون طلع له 13 حبه، يعني فينا نقول 52 سور 4 ايجال 13، 52 اسمي 4 بيطلع معنا الجواب 13، بكون كل واحد طلع له 13 حبه. هلا في عنا هذا الدفوار بدكم تعملوه بالبيت تبعتوه للمعلمين. في عنا شاب اسمه يوسف اشترى 36 كيلو بندوره وبده يوزعنا اخواته هن 6، بده نشوف لكل واحد قديش بده يطلع. بدكم تعملوا هذا الدفوار بالبيت بالطريقه الصحيحه وتبعتوه للمعلمين. 36 سور 6 36 اسمي 6. هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح، وبدي اطلب منكم شغله مهمه كتير، تحافظوا على التباعد الاجتماعي وترتدوا الكمامه وما تختلطوا مع حدا لتحموا حالكم وتحموا اللي حواليكم من فيروس كورونا. هلا اسمحوا لي اقول لكم اورفوار.